العباسة شروطها. متى تكون اللطمية الحسينية أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله؟ متى تكون اللطمية الحسينية وعاء لحفظ مذهب أهل البيت؟ متى تكون اللطمية الحسينية مصدرا من مصادر مبادئ وعقيدة أهل البيت عليهم السلام؟ إذا جمعت شروط أربعة أنقلها لك باختصار. الشرط الأول وهو أهم الشروط أن لا تكون العبارة موهمة للغلو، وهذا مهم جدا، أن تكون عبارة اللطمية عبارة ليست موهمة للغلو في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن لا نقول بأن الشاعر من الغلاة، حاشا لله، ولا أن المنشد والرادود من الغلاة، كلاهما من خدمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن أحيانا تكون العبارة الواردة في اللطمية الحسينية عبارة موهمة بالغلو، موهمة بالغلو، ولا نقول هي غلو، وهذا أمر خطير جدا. ليش؟ هل أقرأ لك روايات أهل البيت وأقرأ لك كلمات المراجع الأعلام في هذه القضايا، شوف شلون أنت تستوحي منها. زين، هذه الرواية الأولى في مجال الغلو. لاحظوا، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: لعن الله الغلاة، ألا كانوا يهود؟ ألا كانوا مجوس؟ ألا كانوا نصارى؟ ألا كانوا قدرية؟ ألا كانوا مرجئة؟ لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابرأوا منهم، برئ الله منهم. وفي الرواية الأخرى المعتبرة عن فضيل بن يسار قال: قال الصادق عليه السلام: احذروا على شبابكم الغلاة، يعني لا تدخلوا شبابكم مع الغلاة، لا يفسدونهم، فإن الغلاة شر خلق الله، يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله، والله إن الغلاة شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. هذا اللسان الفظيع في لعن الغلاة والبراءة منهم. 13 رواية عندنا في هذا المجال. من هنا جاء العلماء، عندنا عبارة في العروة الوثقى للسيد اليزدي قدس سره يقول فيها: لا إشكال في نجاسة الغلاة. وجو العلماء يعلقون على العبارة. أول من علق مرجع الشيعة في زمانه الإمام السيد محسن الحكيم في كتاب المستمسك الجزء الأول صفحة 386. إحنا ننتقل إلى كلام من بعد لأنه أوضح، ثم يأتي مرجع الأعلى في زمانه الإمام الخوئي في موسوعته في الجزء الثالث صفحة 67 يقول: الغلاة على طوائف، تبه، الغلاة على طوائف، فمنهم من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين فيعتقد أنه الرب الجليل وأنه الإله المجسم الذي نزل إلى الأرض، وهذا لا إشكال في كفره. ومنهم من ينسب إليه الاعتراف، من ينسب إليه الاعتراف بألوهيته سبحانه ويعترف أن الإله هو الله، ولكن يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير المؤمنين، فيرى أنه، يعني الإمام أمير المؤمنين، المحي والمميت والخالق والرازق، خلق السبع الشداد، وأنه الذي أيد الأنبياء السالفين سرا وأيد النبي الأكرم جهرا،
واعتقادهم هذا وإن كان باطلا واقعا. يعني سيد أخوي يقول هذا مو كفر، أما هو باطل خلاف القرآن. طبعا هو ما ذكر خلق السبع الشداد، أنا ذكرت توضيحا لكلامه. زين، وإن كان باطلا واقعا وعلى خلاف الواقع حقا. ليش خلاف الواقع؟ حيث إن الكتاب العزيز يعني القرآن الكريم يدل على أن الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع كلها بيد الله سبحانه، إلا أنه ليس له موضوعية في الكفر. نعم الاعتقاد بذلك، يعني تعتقد أن الإمام علي بيده التكوين والتشريع، الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض الذي معناه أن الله كبعض السلاطين عزل نفسه عما يرجع إلى تدبير الكون وفوض الأمور إلى أحد وزرائه. ثم يقول هذا شيء مهم، وهذا كثيرا ما يتراءى، يعني هذه العقيدة أن الله فوض للإمام علي، والإمام علي هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذه العقيدة كثيرا ما يتراءى في الأشعار المنظومة بالعربية أو الفارسية، حيث ترى أن الشاعر يسند إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام بعضا من هذه الأمور. وهذا الاعتقاد إنكار للضروري، إنكار لضروري من ضروريات الدين، فإن الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع مختصة بذات الواجب تبارك وتعالى. نعم هناك فكرة اسمها الولاية التكوينية، نعتقد بها، ويذكرها السيد الخوئي قدس سره في كتاب التنقيح الجزء الثاني صفحة 157، وفي مصباح الفقاهة الجزء الثالث صفحة 279، أن لأهل البيت ولاية على الكون من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، بس الولاية على الكون شيء، وأن تنسب صفات الله تعالى للإمام فتقول هو المحيي، هو المميت، هو خالق، هو الرازق، هذا شيء آخر، هذا الثاني هو عقيدة التفويض وهو الغلو. زين، هذا كلام مرجعنا في زمان السيد الخوئي. نجي إلى المرجع الحالي، المرجع الأعلى للشيعة الإمامية، السيد السيستاني مد ظله، عام 1441 أصدر السيد السيستاني 12 نصيحة للخطباء والشعراء والرواديد، ولم يطبقها إلا القليل، بل البعض لا يشير إليها ولا يعبأ بها، وهي نصيحة المرجع، مرجع الشيعة، مرجع الطائفة. اسمع إلى هذه الكلمة من المرجع الأعلى للطائفة: وليحذر المبلغون والشعراء والرواديد أشد الحذر عن بيان الحق بما يوهم الغلو. لا يبين الحق بطريقة جنو توهم الغلو في شأن النبي وعترته. والغلو على نوعين: إسباغ الصفات الألوهية على غير الله، وإثبات أمور ومعان لم تقم حجة موثوقة عليها. ومذهب أهل البيت عليهم السلام خال من الغلو بنوعين، بل هو أبعد ما يكون عنه، وإنما يشتمل على الإذعان للنبي وعترته صلوات الله عليهم بمواضعهم التي وضعهم الله فيها دون زيادة ولا إفراط، بل مع تحذر في مواضع الاشتباه وورع عن إثبات ما لم تقم به الحجة الموثوقة. وإنما المتقي من لا يغلو في من يحب، كما لا يحيف على من يبغض. ولا يصح بناء هذه المعاني على مجرد المحبة وتصديق كل من زاد شيئا. كل يوم يجي واحد يزيد حاجة
وإحنا نأخذ به زين، والإذعان له بمزيد الإيمان، فإن ذلك يؤدي إلى المزايدة في أمر الدين بغير حجة وحدوث البدع وطمع الجاهلين وترأس أهل الضلالة وتراجع المتورعين العاملين. أصبحنا نخاف نتكلم، ليش؟ لأن الجو العام يتكلم بشكل آخر، هذا معناه الذي يقول ترأس وتراجع المتورعين العاملين بالحجة والمتوقفين عند الشبهة، وذلك يمحق الدين ويرتد ارتدادا معاكسا بتفريط آخرين والزيادة في العقيدة بغير حجة موثوقة على حد النقصان فيها ممن قامت عليه الحجة عليها. زين، هذا كلام المراجع. نجي الآن إلى الواقع الذي نعيش فيه، انتبه لي جيدا إخواني الأعزاء أحبتي الشعراء والرواديد، هذا حديث أخوي، هذا حديث نصيحة، هذا حديث ودي، لا نتهمكم بالغلو ولا أنتم من الغلاة، لكن هي نصيحة ودية أخوية، أن لا تكون العبارة موهمة للغلو. خل أقرأ لك بعض العبارات زين. مثلا عندما تسمع هذه العبارة رب الشيعة علي ثاية، علي راية، علي آية، علي يمشي الكون براية، هذه الأطمية زين. تجي يا بسملة الباري وكل قوته، يعني كل قوة الله في المعصوم عليه السلام زين. تجي مثلا علي هو الله واحد بالصنايع والطبع، هو الله واحد بالصنايع والطبع، أنتم عقلاء الحمد لله، جمهورنا خصوصا الجمهور في الخليج والعراق جمهور واعي، جمهور عاقل، جمهور يميز الكلام، جمهور تطرح عليه الحقائق العلمية فيميزها ويناقش فيها، هذا الجمهور هو الذي يسمع مثل بعض هذه اللطميات زين. بعد هذه اللطميات هل المتبع كلام المراجع أو كلام الرواديد؟ من الذي يمثل التشيع؟ من الذي يكون رأيه ممثلا لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هل هي بعض هذه اللطميات أم كلام المراجع الأعلام؟ عندما تعبر عن الإمام بالخلق والرزق، يخلق ويرزق دون قيود، دون أن تبين أقدره الله على ذلك، أعطاه الله القدرة على ذلك، وهذا اللي نقول عن تعبيرات موهمة للغلو وتنسب المذهب إلى الغلو، ويترتب على مثل هذه التعبيرات آثار خطيرة. أولا، من هو من خارج المذهب سوف ينسب المذهب إلى الغلو والشرك ويحاسب أهل المذهب على ذلك. ثانيا، الأثر الثاني، تعبئة الأجيال من أبنائنا وأطفالنا بمفاهيم غير منقحة وغير مبنية على وضوح وحدود عقيدية شرعية سليمة زين. ثالثا، إقحام الشيعة خصوصا الشيعة الذين يعيشون مع إخوانهم أهل السنة في وطن واحد، إقحامهم في أزمات، أزمات خانقة، لأنهم سيضطرون أمام إخوانهم أهل السنة أن يبرروا وأن يدافعوا وأن يقولوا هذا لا يعنينا وهذا لا يمثلنا. لماذا نقحم الشيعة في المواطن التي يعيشون فيها مع أهل السنة في وطن واحد وتناسق وتلاؤم وتسالم وترابط قبلي وجوهري ووطني؟ لماذا نقحمهم في أزمات خانقة
ونجعلهم في موقع المبرر والمدافع. لماذا؟ وأعظم من هذا، من أعظم الآثار الخطيرة، إيقاع الشيعة في المواطن الساخنة في أفغانستان وفي باكستان، إيقاعهم تحت طاولة الاعتداء. يعتدى على أنفسهم، ويعتدى على أموالهم، ويعتدى على أعراضهم من المتطرفين. نتيجة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة مثل هذه، بعض هذه الكلمات أو بعض هذه التصريحات. من المسؤول عن هذا كله؟ من المسؤول عن هذه الأخطار المحدقة؟ لماذا لا نرجع الأمور إلى نصابها؟ لماذا لا نرجع الأمور إلى علماء الدين والمراجع الأعلام؟ لماذا نسلم إعلام المذهب لأي شخص يريد أن يقول أي كلمة شعرا أو نثرا أو لطمية أو ما أشبه ذلك؟ لماذا؟ حتى لو كان الكلام حقا، افترض أن هذا الكلام واحد يقول والله هذا كلام حق وما يقصد الغلو، وهذا كلام حق وطبق الأدلة وطبق البراهين، ممتاز. ولكن عندنا روايات كثيرة نهت عن الإذاعة وأمرت بكتمان ما هو حق، هو حق لكن أمرتنا بكتمانه. لاحظوا هذه الرواية الشريفة، قال في رواية محمد بن أبي نصر عن الرضا في حديث قال قال أبو جعفر يعني الباقر عليه السلام: ولاية الله أسرها إلى جبرائيل، وأسرها جبرائيل إلى محمد، وأسرها محمد صلى الله عليه وآله إلى علي، وأسرها علي إلى من شاء الله، ثم أنتم تذيعون ذلك. ثم أنتم تذيعون ذلك، من الذي أمسك حرفا سمعه؟ قال أبو جعفر: ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا لشأنه، عارفا بزمانه، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا. وفي هذه الرواية الأخرى قال: من أذاع سرنا كان كمن قتلنا قتل عم. لا خطأ. طيب نجي الآن إلى الشرط الثاني، أن يكون اللفظ مناسباً لمقام أهل البيت. فمو تقاي تعبر عن أهل البيت، يا أخي استخدم ألفاظ تناسب، على الأقل على الأقل ألفاظ تناسب قدسية أهل البيت ومقام أهل البيت. فإن استخدام ألفاظ لا تناسب مقامهم سيجرئ الأجيال على أهل البيت في أي عبارة تقال بالنسبة إلى شخصياتهم. هل من المناسب أن يقال فدول روحك هولاكو يلمثلك شح معكو؟ جاب هولاكو الحسين فداه الأوصياء والأولياء، شنو قيمة هولاكو؟ يكون من من يفدي الحسين فدول روحك هولاكو، هذا يناسب مقام أهل البيت؟ يناسب مقام أهل البيت أن يقال للحسين أنت مثل سباح الشواطي، شما يقطعونك تطلع من جديد؟ سباح الشواطي يعني الحشائش اللي على شاطئ النهر، كل ما يقطعوها تطلع من جديد، أنت مثلها. هل هذا يناسب مقام الحسين عليه السلام؟ أو يناسب أن يقال عن الحسين الحسين غازي لله بطيحة العباس؟ يغازل الله؟ كيف يعني يغازل الله؟ ما أدري. هل هذا يناسب مقام أهل البيت وعظمة شأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ زين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: خلو مواكبنا، خلو لطمياتنا مما يناسب مجالس له. الحمد لله، مواكب الخليج مواكب نزيهة من هذه الأمور. خلو المواكب
مما يناسب مجالس اللهو. الآن في العراق استوردت صورة من إيران، هي موجودة في إيران ومو من زمان في إيران، لعهد قريب، لكن الآن استوردت في العراق وما كانت موجودة في العراق. يسموه الشور، موكب الشور. موكب الشور صحيح ما في فتوى بتحريمه بعنوانه، ولكن الفتوى تقول يحرم استخدام أي لحن وأي طريق يناسب مجالس اللهو في مواكب أهل البيت. أنت من تلاحظ الشور، اللحن، النغمة، طريقة الأداء، أنت كإنسان عاقل ترى أن هذا يناسب مجالس اللهو ولا يناسب قدسية مقامات أهل البيت. إن هذه الطريقة أولا نقض لأهداف أهل البيت، لأن أهل البيت يريدون أن يرفعوا الناس إلى مقامات عالية من الآداب والأخلاق والعبادة والقرب من الله، وما يناسب مجالس اللهو يبعد الناس عن ذلك. وثانيا إن استخدام هذه الأساليب توهين لحرمات أهل البيت ومقاماتهم القدسية العظيمة. أيننا عن التراث الحسيني الشجي الذي أمضاه المراجع الأعلام وسار عليه السلف الصالح من علمائنا وشيعة أهل البيت، حمزة الصغير، ياسين الرميثي، غيرهم من الرواديد الذين كانت ألحانهم وطرائقهم ألحان شجية مؤثرة حفظت مظلومية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الشرط الرابع والأخير أن لا تقحم القضايا المرحلية في مواكب أهل البيت، أن لا تقحم القضايا السياسية في مواكب أهل البيت، أن لا تقحم المشاكل الاجتماعية العابرة المتغيرة في مواكب أهل البيت، أن لا تقحم القضايا الاجتماعية في مواكب أهل البيت. مواكب أهل البيت لذكر عقائدهم ومبادئهم ومصائبهم ومناقبهم وسائر ما يتعلق بهم حتى يبقى الشعر خالدا كخلود الحسين، يجب أن لا يذكر إلا تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكي يحفظ لنا الشعر تلك المعركة العظيمة، معركة النور والظلام، معركة التي خاضها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهم ضد الظلم والطغيان، تلك المعركة التي نظر إليها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شوف، لاحظوا، أقرأ لك هذه الرواية، روايتين وأختم بهما. زين، يقول في أمال الطوسي المفيد عن محمد بن عمران المرزباني عن محمد بن يحيى عن جبل بن محمد بن جبل عن أبيه قال، ويروي قصة، اجتمع عندنا السيد ابن محمد الحميري شاعر وجعفر ابن عفان الطائي شاعر ثاني، فقال السيد لجعفر شاعر خاطب شاعر: ويك تقول في آل محمد، ما بال بيتكم تخرب سقفه وثيابكم من أرذل الأثواب. وجاي يرثي بطريقة شنو؟ عفوية. جاي يقول له أهل البيت بيوتكم تخربت سقفها، ثيابكم صارت أرذل الثياب نتيجة ظلم الظلمة. شاعر بعفوية يتكلم، الشاعر الآخر اعتبر هذا مو مناسب
لمقام أهل البيت. ويك تقول في آل محمد ما بال بيتكم تخرب سقفه وثيابكم من أردل الأثواب؟ فقال جعفر وما أنكرت من ذلك، يعني شنو اللي فيه، شنو الشعر فيه من شيء تنكره؟ قال السيد إذا لم تحسن المدح فاسكت. أتصف آل محمد بمثل هذه الأوصاف العظيمة؟ قل ثيابهم من أردل الثياب، ولكني أعذرك هذا طبعك وعلمك ومنتهاك، بينما أنا ماذا أقول؟ جاب شعرا اللي هو السيد ابن محمد الحميري، أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، وأنه كان الإمام الذي له على الأمة تفضيل، يقول بالحق ويعنى به ولا تلهيه الأباطيل، كان إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، يمشي إلى القرن وفي كفه أبيض ماضي الحد مصقول، مشي العرفنا بين أشباله أبرزه للقنص الغيل، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل. وهنا يعطينا الإمام الصادق صورة عن مواكب أهل البيت، يقول صلوات الله وسلامه عليه بلغني أن قوما يأتون قبر الحسين من نواحي الكوفة وناسا من غيرهم ونساء يندبنه، وذلك في النصف من شعبان، فبين قارئ يقرأ وقاص يقص. شوف الألوان اللي كانت موجودة عند الشيعة في زمن الإمام الصادق كيف كانوا يحيوا المواكب، قارئ يقرأ، قاص يقص، نادب يندب، قائل يقول المراثي. فقلت نعم. سائل اسمع الإمام الصادق هكذا يقول، قال نعم جعلت فداك قد شهدت بعض ما تصف عند قبره. فقال الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتهم وغيرهم يهددونهم ويقبحون ما يصنعون. وفي الرواية الأخرى عن أبي هارون المكفوف قال دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال أنشدني، فأنشدته، قال لا كما تنشدون، يعني أريدك تنشدني بالرقة بالشجاء كما تنشدون عند قبر جدي الحسين. يقول فأنشدته أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لازلت من وطفاء ساكبة روية، فبكى فأمسكت فقال مر فمررت، ثم قال زدني زدني فأنشدته، ثم قلت يا مريم قومي واندبي مولاك وعلى الحسين فأسعدي ببكاك، فبكى وتهايج النساء. قال فلما أنسكتنه قال لي يا أبا هارون من أنشد في الحسين عليه السلام فأبكى فله الجنة. هذا الشعر وهذه المواكب خلدت ذكر الحسين، خلدت ذكر الأبطال العظام وفي طليعتهم علي بن الحسين الأكبر صاحب هذه الليلة.